هذه الكويت حرام عليكم اللي بتسووا فيها. مثل الشعب الكويتي اكثر شعب يتعب السياسة واجهل شعب في السياسه. فاطن بكل مصيبه في ماله واذا اصيب بدينه لمشهور. اقعد اقول لك كل ما يروحون ساحه الإرادة او يسوون ندوه يدور له شيخ يطقه. صراع نيابي نيابي. مطلق اللحيه ويتخذ الاسلام شعار. 2 مليار و160 مليون انا ككويت وككويتين نتحملها ليش؟ انا اكيد فيها بوقه، اكيد فيها صفقه، اكيد فيها فلوس، اكيد فيها كذا. وصراع حكومي حكومي. ماكو شيء اسمه السياده للامه وانا اللي ابيه اسويه، هذا حكي ما يجي. الى متى مؤسسه الفساد من جميع الاطراف؟ الوزير هي ما يدري يقعد له شهرين ولا ست اشهر. تجد ان هناك عدم استقرار سياسي. كل اعضاء مجلس الامه ما اخذ احد اخذ فرصته. خلونا نعين صاحب السمو ايضا في توجهاته. الشعب اللي حكامه ما لهم هيبه هو ما عنده احترام. هناك ضمير وضمير للامه ولكنه ضمير مستتر مرفوع على النصب لهذه الامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناة الصباح الإخبارية وحلقة جديدة من برنامج الملف. سوف نتحدث اليوم عن الصورة الحالية للوضع السياسي في الكويت. سوف نتحدث عما يحصل حاليا، عما يمكن أن يحصل فيما بعد، وعما حصل وكيف يمكن لنا أن نقرأ ما بين سطور ما حصل. علنا نخرج برسالة، علنا نخرج بعبرة، علنا نخرج بما يفيدنا لنتمكن من المرور من هذا المأزق. ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج الملف هو الناشط السياسي وأستاذ الشريعة في جامعة الكويت الدكتور عبد الحميد الشاجي. دكتور أهلا بك، مساءك سعيد ونرحب بك في قناة الصباح. أهلا ومرحبا بكم وبالأخوة المشاهدين. حياك الله دائما. الله يسلمك. دكتور عبد الحميد، أنت خط الانتخابات في المجلس المبطل انتخابات 2012، لم يحالفك الحظ وأعلم أنك خط هذه الانتخابات لحاجة في نفس يعقوب، لو تحدثنا عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد. طبعا التجربة السابقة في انتخابات 2012 أنا يعني خط هذه التجربة بأهداف يعني فكرية وفي نفس الوقت دعوية، وقد بينتها وعلمتها وهي قضية المشاركة في يعني حث الهمم المواطنين يعني من لهم حق يعني التصويت إلى ضرورة المشاركة الفعلية في الحق الدستوري والشرعي له، بحيث أن يكون الإنسان المسلم الكويتي له دور فاعل في تحمل تبعية يعني المسؤولية المناطة فيه. لذلك كان من أهدافي هو التقاء بالناخبين وبث الوعي، وعي الفكري والشرعي في يعني هذا الجانب، بحيث أن يكون الاختيار مبني على أسس يعني عقلية وأسس شرعية ومنطقية، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق يوسف عندما رأى من نفسه أنه أهلا لتحمل أعباء مسؤولية الدولة والإسهام في يعني دفع سفينة النجاة في المشكلة التي حدثت من القحط والجفاف الذي ضربهم، فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك كما قالت ابنة شعيب عن موسى عليه الصلاة والسلام، قالت يا أبتي استأجره إن خيرا من استأجرت القوي الأمين.
فيعني من هذا المنطلق يعني رغبنا أن نساهم في بث الوعي لدى الشريحة التي نلتقي بها، بحيث أن يكون هناك ضوابط واضحة في من يختار ولماذا يختار. إذن لم يكن هدفك الأساسي هو النجاح في الانتخابات أو الوصول إلى قبة عبد الله السلام، ولذلك أنا في نهاية المطاف أعلنت انسحابي في الانتخابات، يعني كان في آخر يوم من الأيام، بحيث أن احنا التقينا بالمرشحين وأعلننا أن يعني نحن، لأن صار في احتدام قوي جدا في الدائرة الثالثة، فقلنا أن من باب يعني عدم تشتيت الأصوات ويعني أثرت السلامة، أثرنا السلامة كما هو يعني اسمكم الكريم. الله يخليك. طيب دكتور، في هذه التجربة نزلت إلى الدواوين، اختلطت بالناخب الكويتي من مختلف الفئات من مختلف المشارب، كيف وجدت الوعي السياسي لدى الناخب الكويتي؟ هل هناك فعلا الآن نضوج في الفكر السياسي لدى الناخب الكويتي، أم أنه فقط يتبع صلة القرابة، يتبع الطائفة، يتبع الفكر مثلا؟ كيف هو الوضع؟ لا شك أن الفكر لدى الناخب يختلف من دائرة إلى أخرى، ولكن هناك سمات عامة. أنا دعني أتكلم مثلا عن الدائرة الثالثة التي يعني خط التجربة فيها. طبعا تجد الناخب فيها على ثلاث أصناف، يعني ناخب مثقف فهو يعرف من يعني يعطي ولماذا يعطي. جميل، تمام، وهذه شريحة لا بأس فيها. وناخب تبع، تمام، هذا الناخب التبع هو الناخب الذي يعني مع مثل ما نقول حنا مع الخيل شجرة، يعني تؤثر فيه الديوانية، تؤثر فيه العائلة، تؤثر فيه مالك مال حيث تميله. أحسنت، رشوف، هذا تبع وهم شريحة لا بأس بها يعني في عموم الدوائر. وعندك نائب مصنف، انتهى. ناخب، أي ناخب مصنف. فبالتالي يعني هو إذا كان فكرة ليبرالي فهو ليبرالي، وإذا كان إسلامي هو إسلامي، إذا كان والله هو يعني قومي، مصنف انتهى، يعني هو بالنسبة له انتماءه واضح، انتماءه واضح وتوجهه محسوم. إذن نحن نلعب في التوجيه على الناخب التبع والناخب صاحب الفكر، لأن صاحب الفكر إذا طرحت له فكرة وكانت منطقية ومدعمة ومدللة هذا تتعامل معه. أما أصحاب الطرفي سواء كان المتطرف إيجابا أو المتطرف سلبا، يسارا أو يمينا، هذا خلاص، هذا بالنسبة له هو، أنت مهما تناقشت معه فهو صاحب توجه ومسار وهدف، يعني قد يسمع لك من باب أن يعني رفع العتب، رفع العتب، أحسنت، أو من باب أن هذا الواقع الانتخابي، فلا بد أن يكون هناك سجال ويكون هناك نقاش، غير أنه لن تغير في قناعته. جميل، لذلك أنا استهدفت كشريحة أولى وشريحة الناخب التبع وكذلك الناخب الفكري، فهذا تستطيع أن تطرح معه كما كان إمام الشافعي رحمه الله تعالى، ما ناقش أحد إلا قال ما ناقشت أحدا إلا وددت أن الحق معه. وهذا يعطينا يعني آلية أو أدبيات النقاش، أن عندما أناقش المثقف أو أناقش الشخص صاحب الحجة فأستمع له لعله أن يكون عنده أشياء أعلم مني بها وتستفيد منه. صحيح، فإذا نهاية الحوار إما أن تستفيد أو تفيد. أما عندما ندخل في حوار صدام ونقاش ثم بعد ذلك تجد أن لا، ليس ثمة فائدة، فأنا كنت أنهى عن مثل هذه الأمور، ولهذه الأسباب انسحبت من خوض الانتخابات. الآن كيف ترى الوضع السياسي دكتور عبد الحميد؟ هل نحن في حالة جمود سياسي؟ هل نحن نقف في مكاننا أم أننا نسير إلى الأمام، أم ترانا نتقهقر إلى الخلف؟ والله الوضع السياسي أمانة نحن يعني قد دخلنا النفق، الوضع إلى الآن يعني أنا أشوفه مظلم ضبابي، وفي نفس الوقت غير مبشر وغير سار. نعم، يعني لابد، أنا ذكرت في إطروحات سابقة وكان شعاري في الحملة الانتخابية الماضية أن نجعل الكويت أولا وأن تكون يدا بيد نبني الكويت، فلا نستطيع يعني اليد الواحدة مثل ما نقول ما تصفي. أكيد، يعني لابد أن تتضافر كل الطاقات، يعني في أي مؤسسة جميع أفراد المؤسسة يعملون كفريق عمل واحد، كل واحد منهم له دور ودوره فاعل ومؤثر، يعني حتى الفراش اللي يجيب لنا مثلا الماء هذا
يعني له دور إيجابي. فعندما نقول هذا فراش نهمله ولا نعطيه حقوق ولا ننتبه له، فلا شك أن سيقصر في نظافة الكأس، في نقاء الماء، وهكذا وبالتالي سيحدث خللا. أحسنت. وهكذا الدولة لا تقوم برأسها ولا تقوم بسلطاتها بل تقوم بشعوبها. ولذلك نجد أن هناك التعامل طردي وعكسي. نعم. يعني في بين يعني بين مكون الدولة، يعني حاكم من غير شعب إيش الفائدة منه؟ وشعب من غير حاكم ما الفائدة؟ وحكومة وحاكم وشعب من غير سلطات. لذلك ننظر الآن الوضع في سوريا، وضع في سوريا مساوي. الشعوب هي التي دائما تقرر مصير الدول، بقاء هذه الدولة أو نهايتها. ونقرأ التاريخ، عندما نقرأ التاريخ ونقرأ بدقة نجد أن لا بقاء يعني لسلطة إذا عدلت عن أمرين هامين مهما كانت هذه السلطة. أولا العدل وهو رأس كل شيء، ويتمخر عن ذلك ومساواة أفراد شعوبها في الواجبات والحقوق. العدل أساس الملك، طالما اختل العدل فسيختل الملك ولربما يسقط. لا شك. لذلك نجد أن الوضع العام الآن في الكويت أنا أرى من وجهة نظري أن دخلنا النفق، ونأمل أن يكون ما وراء هذا النفق هو فسحة كبيرة طيبة إن شاء الله، وانعزال القوى السياسية، وعدم يعني أخذ الأمر بجد والنظر إلى تبعيات هذا الأمر وتداعياته، لأن قد ينفلت الأمر ويخرج عن النطاق المألوف، فحينئذ لا ينفع الندم. ذاك لابد من الاحتواء، والاحتواء الذي يعود بالصالح العام لهذا البلد. طيب لنشعب الحديث بعض الشيء دكتور عبد الحميد إلى المستوى الاجتماعي. الآن في خضم التوترات التي تحصل على مستوى النزول إلى الشارع، على مستوى التظاهرات، على مستوى ساحة الإرادة، أشياء من هذا القبيل، إذا ما حاولنا البحث عن الآثار التي تترتب على السلوك الفردي في المجتمع الكويتي، ماذا يمكن أن يكتسب المرء النشأ على سبيل المثال، ماذا يمكن أن يكتسب من سلوكيات كهذه عندما يشهد حالات التمرد، حالات الرفض لقرارات حكومية، قرارات سياسية، أيا كانت التسمية، لا نتحدث عن فئة بعينها، لكن هناك حالة من التمرد، هناك نزول إلى ساحة الإرادة، هناك اشتباك بين المواطنين وقوات الأمن، هناك أشياء كثيرة. كيف يمكن أن يكون المردود الاجتماعي على سلوك الفرد في هذه الحالة؟ ولا شك أن تداعيات يعني أي حدث معين في السلوك الاجتماعي للفرد يتأثر بالبيئة المحيطة، فهي المحرك الرئيس. الإسلام عندما جاء وجعل للإنسان المسلم هدف، وبنى كل أحكام الشريعة الإسلامية، كل أحكامها بلا استثناء على هذا الهدف. لو سألتني ما هو هذا الهدف، لخصه الرسول صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، وبين أن جل رسالته تدور حول هذا الهدف، فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لو نظرنا النظم في الإسلام سواء كان نظام اقتصادي أو نظام اجتماعي أو نظام سياسي أو نظام تعبدي أو نظام قضائي أو نظام حسبي، كلها تدور حول هذا الجوهر الحقيقي الأخلاق. يعني انظرنا أخذنا الجانب التعبدي قال صلى الله عليه وسلم، احنا الان خرجنا من صيام، نعم، قال كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، وكم من قائم لليل ليس له من قيامه الا ايش النصب والتعب. فاذا لا شك ان من الصيام في جوع وفي عطش. وكذلك عندما نتكلم عن موضوع القيام، قيام الليل تجلس ساعه ساعتين تصلي، ففيها نصب وفيها تعب، ولكن ما هي الغايه؟ هو أن يزيد معيار الأخلاق عندك، فينعكس هذا الحبس، حبس النفس وقيامها ونصبها، على أن ترتقي في سلوكك وأخلاقك. حبس هذه النفس بحيث أنك أنت لا تقدم على ما أحل الله سبحانه وتعالى من مأكل ومشرب ووطئ النساء فتتحكم بهذا، فإذا هو يضبط هذه النفس بأن أنت لا ترتكب من المخالفات التي حرمها الله سبحانه وتعالى فتحسن بخلقك. جميل. النزول إلى الشارع مثل ما تفضل، أو التداعيات من السلوكيات العامة، يؤثر فيها البيئة. كلما كانت بيئة هي بيئة سليمة صحيحة،
لابد أن يتأثر المحيط بهذه البيئة بهذا الجو يعني الصحي. يعني مثال بسيط منطقي، لو جلسنا الآن في غرفة حارة فلا بد انعكاسها سيكون تعرق وثم بعد هذا حرورة زائدة. لو جلسنا في غرفة باردة انعكاسها سيكون أنك ستستبرد وتطلب إما يخفلون التكييف أو أنك تلبس إيش لباس يعني يعيد لك الدفء. هكذا البيئة، البيئة هي تفرز ماذا؟ هي تؤثر في إفرازات أبناء المجتمع. جميل. أنا كنت أتحدث ذات مرة مع أحد الباحثين الاجتماعيين حين كانت موجة الألفاظ الغريبة التي دأب في فترة من الفترات على استخدامها بعض أعضاء مجلس الأمة عندما انهار مستوى الحوار بين أعضاء مجلس الأمة. كنت أتحدث مع عدد من الباحثين الاجتماعيين، أقروا جميعهم بأن هذه الأمور تنسحب مباشرة وتصل إلى المراهقين، تصل إلى النشأ، فيبدؤون بتداولها. الألفاظ التي كان في معظمها سباب وشتائم بدأ الأطفال باستخدامها، هذا بالتأكيد أثره سلبي للغاية، حتى عندما نقول إن هذا النشأ سوف يكبر وربما يجد في ذاك النائب أو هذا مثالا يحتذى فيسير على نفس المنوال. كلام صحيح. أنا عندما يعني أحتك في طلبتي في جامعة الكويت أنا عندي مادة أدرسها، مادة الثقافة الإسلامية، طبعا هي تدرس لعموم طلبة الجامعة من الكليات غير كلية الشريعة. مثل ما تفضلت عندك بعض الطلبة يتأثر سواء كان من قبيلة معينة يتأثر بالمرشح النائب في قبيلته، فتشوف هو قد ينقده في جانب من الأمور ولكن يرجع ويمدحه في جوانب أخرى لا يستطيع. نعم. ما أريد أن أؤكده هو طبيعة البشر تبحث عن القدوة، تريد النموذج. لذلك كان السلف يقولون إذا أردت أن تقتدي فاقتدي بالذي قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يعني كم من شخص شوفه شخص من صاحب سمات يعني مميزة وجيدة وخلق راقي بعد فترة ينقلب، وهذا كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وفي العكس ورجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبين الجنة النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فقضية التغيير في السلوك هذا وارد. يعني احنا اذا كان دائما الامام احمد رحمه الله تعالى في مرض موته كان ياتي سكرات الموت، فكان ابنه عبد الله يقول يا ابتاه قل لا اله الا الله، فكان يرد عليه الامام احمد في سكرات موته يقول لا بعده، فلما يفيق يقول يا ابتي اقول لك قل لا اله الا الله فتقول لي لا بعده، قال لا انما الشيطان تمثل لي وكان يعض على اصبعه ويقول يا احمد فلت مني. فكان أحمد إمام أحمد يقول لا بعده إلى الآن ما فلت. فالحي لا تؤمن عن الفتنة. لذلك لابد أن يكون لنا نماذج. أنا أذكر لطلبتي أقول لهم الإنسان كالإناء، نحن كدولة وكأسرة وكمجتمع لنا سماتنا، مجتمع عربي مسلم محافظ، إذا ما ملأنا هذا الوعاء وجعلناه ممتلئ بهذه الهوية، الهوية الكويتية العربية الإسلامية المحافظة وكانت عبر يعني نظم الدولة، يعني الدولة لابد أن تقوم بما شرعه الدستور وقرر. يعني عندما تكلم عن الأسرة وعن الحفاظ على الأسرة لابد فعلا أن يحقق هذا الأمر، عندما تكلم عن دين الدولة الإسلام لابد أن كذلك يحقق هذا الأمر، عندما تكلم عن أن لغة الدولة اللغة العربية فلابد أن يحقق على هذه الهوية. أنا ما أتكلم إلا في الجانب العقلي الشرعي الواقع الذي يجب علينا، ولا تكون مجرد شعارات إنما بحاجة لتطبيقها. فعندما نأتي إلى أبنائنا فنملأ هذا الوعاء سواء كان في وسائل الإعلام أو وسائل التربية والتعليم أو المجتمع أو المساجد أو الواقع، نملأ هذا الإناء تماما، فعندئذ أي شيء آخر سيأتينا لن يجد له مكان لأنه ممتلئ. أي شيء تحطه في وعاء ممتلئ سترى إيش يتدفق ويقع منه. جميل. ما لم نملأ هذا الوعاء ونجعله فارغا
أنا أو أبنائي أو أفراد المجتمع سيرثون يعني هذا هذه الثقافات إما من وسائل الإعلام، إما من التويتر، إما من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، إما من غيرها من أي وسائل من وسائل التواصل، فيبتدئ هو لا يستطيع أن يقيم يعني مدى حقيقة هذه القيمة من صحتها أو ضعفها أو إفادتها أو ضررها، ما يستطيع. ليش دائما الله سبحانه وتعالى يعني كلف ولاة الأمر قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ثم الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ولله عاقبة الأمور، فالذي يعقب هذه الأمور كلها الله سبحانه وتعالى. فإن أقام ولي الأمر بما أوكل الله سبحانه وتعالى وأناطه به من أعمال ها فكانت عاقبته إلى الخير والعكس تماما. لنأخذ هذا المحتوى الآن ونذهب به إلى الشأن السياسي. دكتور عبد الحميد، تحدثت عن تويتر وفيسبوك. تويتر تحول في الكويت، في الحقيقة ليس في الكويت فقط لكن بما أننا هنا فنتكلم بما يخصنا، تحول تويتر من مجرد وسيلة للتواصل الاجتماعي بين الناس تحول إلى منبر للتصريحات السياسية، سواء لأعضاء مجلس الأمة أو لنشطاء سياسيين أو لمن يريد أن يصل إلى مجلس الأمة. ليس فقط تحول لمجرد منبر، بل في بعض الأحيان وكثير من الأحيان يتحول إلى منبر للشتائم، منبر لبث الفرقة، منبر لإشعال الطائفية، أشياء من هذا القبيل. كيف يمكن أن نحول الموضوع إلى جهة إيجابية من قبل أعضاء مجلس الأمة؟ إذا كان عضو مجلس الأمة يستخدم هذه الوسيلة وهي وسيلة تواصل اجتماعي يستخدمها لأشياء كهذه، ماذا يمكن أن نتوقع من الفرد العادي؟ طبعا لا شك أن تويتر الآن هو من القنوات يعني التواصلية المهمة جدا، ولذلك نجد أن الكثير يعني يحرص على أن يكون له موقع وحساب حساب في تويتر. يعني حتى نجد أن بعض رؤساء الدول يعني مثل أن أوباما عنده حساب في تويتر، بعض المسؤولين عندهم، بعض الشخصيات العامة، وزراء خارجية، وزراء يعني نجد أن يعني تويتر أصبح وسيلة للتواصل مهمة جدا، وخاصة تجد أن يعني الفولورز في تويتر يتعدى بعضهم الملايين. إذن أصبحت هي قناة تستطيع أنت أن توصل يعني رؤيتك مباشر مع الشخص المهتم أو خلينا نقول الشخص اللي يتبعك. يبقى الآن هو شخصية من؟ شخصية صاحب هذا الحساب وأهدافه. بعضهم يسعى بداية نقول أن كل إناء بما فيه ينضح، فالإناء اللي فيه ماء عذب زلال لابد أن ينضح إيش ماء عذبا زلالا، وأما الإناء الآخر اللي فيه دون ذلك فسيكون ينضح بما يعني دون ذلك، ينضح بما دون ذلك. الشاهد هو ماذا أريد أنا من هذا الحساب؟ فبعضهم يسعى إلى يكون عنده قاعدة جماهيرية كبيرة ويستهدف شريحة معينة من الأتباع، فبالتالي هو يغرد على هذه الشريحة التي يعني يسعى إلى احتوائها. فإذا هو حساب يسعى صاحبه إلى تحقيق أهدافه. فإذا كان بعضهم يعني يستخدم الأسلوب اللي يعني أسلوب التجريح والهجوم والبذاءة في هذا الحساب، سيجد من يوافقه وسيجد من يعارضه. يعني عندما نتحدث عن رجال سياسة مثلا أو أعضاء مجلس أمة، الغريب في الموضوع أن هؤلاء أمامهم كل وسائل الإعلام متاحة ومفتوحة، من صحف، من فضائيات، من إذاعات، كلها مفتوحة أمامهم، يلجؤون إلى تويتر كما تفضلت ربما لكي يخاطبوا شريحة معينة دون غيرها. قد لا أعجب بسياسي ما فلا أدخل على حسابه في تويتر لأعرف بما يغرد أو بماذا يقول، لكن إذا تحدث النائب مثلا عبر وسيلة إعلامية، عبر قناة فضائية مثلا، فسيصل إلى الجميع. أليس هذا أوقع تأثيرا من أن يكون لك حساب في تويتر وتستهدف شريحة معينة إلا إذا كانت لك مآرب أخرى؟ هو هذا يعني أنت الوسيلة الإعلامية العامة تخاطب شريحة عامة مجهولة، يعني أنت ما تعرف من يعني مثل هذا البرنامج قد يراه الآلاف بل عشرات الآلاف. أما مخاطبتك لشريحة تويتر فأنت عندك أمرين، أول شيء أنت تخبر
الخبر يطلع منك مباشرة لأن هذا حسابك الرسمي، فبالتالي يعني نستطيع أن يعني نسند هذا الخبر لهذا الشخص. هذه العبارة، هذا التصريح منسوبة للشخص الفلاني. الأمر الثاني أنه هو خاطب شريحته مباشرة، الفولورز اللي قاعد يتبعونه مثلا 10,000 100,000 هو فعلا قاعد يخاطبه مباشرة، فبالتالي يعني هو ما يكتبه إنما هو يقصده ومتعمد أن يوصل هذه العبارة تحديدا إلى هؤلاء الأشخاص دون غيرهم. استخدام هذه الوسيلة سواء كان إيجابا أو سلبا هو يعود مثل ما تفضلنا على هذا الشخص. نعم، سنتوقف دكتور عبد الحميد معكم مع السادة المشاهدين في فاصل قصير، من بعده لنا عود لمزيد من الحوار والنقاش مع الناشط السياسي وأستاذ الشريعة في جامعة الكويت الدكتور عبد الحميد الشايجي. عما قليل نلتقي. يا جماعة هذه الكويت حرام عليكم اللي بسوي فيها. مثل الشعب الكويتي أكثر شعب يتعاطى السياسة وأجهل شعب في السياسة. فاطن بكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لمشهور. أقعد أقول لك كل ما يروحون ساحة لرادة أو يسوون ندوة يدور لشيخ يطقه. صراع نيابي نيابي. مطلق اللحية ويتخذ الإسلام شعار. 2,160,000,000 أنا ككويت وككويتين نتحملها ليش؟ أنا أكيد فيها بوقة، أكيد فيها صفقة، أكيد فيها فلوس، أكيد فيها كذا. وصراع حكومي حكومي. ماكو شيء اسمه السيادة للأمة وأنا اللي أبيه أسويه. هذا حكي ما يجي. إلى متى مؤسسة الفساد من جميع الأطراف؟ الوزير هي ما يدري يقعد لشهرين ولا 6 أشهر. تجد أن هناك عدم استقرار سياسي. كل أعضاء مجلس الأمة ما أخذ أحد أخذ فرصته. خلونا نعين صاحب السمو أيضا في توجهاته. الشعب اللي حكامه ما لهم هيبة هو ما عنده احترام. هناك ضمير وضمير للأمة ولكنه ضمير مستتر مرفوع على النص لهذه الأمة. ممثلين الأمة. أنا صراحة متفاجئ. الحكومة تتساهل كثير مع النواب. ترى هذا السقوط أنتم راح من سوف تدفعون الثمن الأغلى والأكبر عليكم. يا جماعة يا أعضاء مجلس الأمة الله يطول عمركم. خطة أنتم قريتوها تابعوها. من شجع على الإضرابة؟ ومثل ما قلنا لا تنمية مع الفساد، إذا دخل فساد طلعت الأمة. يعني الكويت مشهود لها بالنزاهة، لا لدينا سجين واحد رأي سياسي. وحجر أساس في تطبيق وسيادة القانون في الدولة والمواطن. أنا لما أفوض واحد مجلس الأمة أفوضه للتشريع والرغابة. جميع الآراء على شاشة واحدة. الصباح حرية الرأي مكفولة للجميع. في عالم لا تهدأ أحداثه، لا تكف الأقلام عن رصد الإثارة، نتوقف عند أبرز العناوين ونطالع ما تحمله الأسطر وما بينها في موعد يومي في الصحافة اليوم. في نص اليوم عيوننا تنظر على المجتمع لنفهم مشاكل الأسرة، في عيون تهتم بصحتك في ضوء كل ما يهم المرأة. في نص اليوم عين على الكويت. مساء الخير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. اليوم برنامج مدخل الداو تساوي حركة دستورية. كل واحد فيكم عليه 650 دينار يدفعها. الأخ ضمير الأمة قرر أن أنتم تدفعونها. داعية فؤاد الهاشم. سلم براك ليس قويا، عنده حنجرة. جاي فريد الأطرش، سعيد كلثوم، جوجل، بن ياهو، بن دوت، بن كم، مجلس الهموم البنغالي، جماعة راحوا الإرادة قالوا ارحل يا ناصر. أنا أعتبر كاتب أهم بكثير من الوزير. موضوعنا ما يبي له فيروز، هذا يبي له بطمية. موسيقى
الله يخليك. أهلا بكم من جديد في برنامج الملف، وجدد الترحيب والتحية بأستاذ الشريعة في جامعة الكويت والناشط السياسي ومدير مركز التواصل الحضاري في كلية الشريعة في جامعة الكويت الدكتور عبد الحميد الشاجي. أهلا بك مرة أخرى دكتور. أهلا بكم وبالأخوة المشاهدين. نعود مرة ثانية لندمج الدين بالسياسة في حديثنا. الفتاوى الدينية لاحظنا في الفترة الأخيرة، يعني أسألك هذا السؤال وأنت من الناشطين سياسيا، هناك من بات يستخدم الفتاوى الدينية لأغراض سياسية، بمعنى أن هذه الفتوى إن جاءت وفقا لأهوائي أخذت بها وروجت لها ودعوت لها، وإن خالفت أهوائي رفضتها شككت بها أو على الأقل لم أخذ بها وانتهى الأمر. هناك إذن دكتور عبد الحميد من يجير الفتاوى الدينية لصالح أغراض حزبية أو مصالح انتخابية أيا كان، ما الوضع هنا؟ طبعا هذا ليس جديدا، هو الخلاف هو سنة، وهذه السنة لو تتبعنا التاريخ الإسلامي لوجدنا أن هناك من يعني يأخذ ببعض الآراء ويترك بعض الآخر. عندما نأتي إلى الجانب الواقعي أو الواقع السياسي، الواقع السياسي دائما مبني، وهذا تخصصي أمانة، أنا متخصص في السياسة الشرعية. الواقع السياسي مبني ليس على الأحكام الشرعية كشأن التعبدات، بل مبني على المصالح الشرعية. فعندنا فرق بين الحكم الشرعي والمصلحة الشرعية. والمصلحة الشرعية قد تأتي المصلحة الشرعية فتخالف الحكم الشرعي ويسوغ لها مخالفتها، يعني مثال ذلك. نعم. ناخذ مثال واقعي، تدخل القوات الأمريكية في الكويت في أزمة تحرير الكويت. الصدامي. طبعا كان في مدرستين، منهم من يعني حرم بالإطلاق وعنده جواز الاستعانة بالكافر. أحسنت. منهم حرم ومنهم من أجاز. طبعا عندما تتكلم أنت، أنا يعني من حيث المطلق هو ممنوع، لكن من حيث المصالح يأتي الأمر هنا لتغليب مصلحة ولي الأمر فيما اتضح لها، قد يتضح لولي الأمر ما يتضح لعامة الناس. أكيد. فيأتي عامة الناس فيأخذ بالفتوى المطلقة ولا ينزلها منزل المكان المقيد، ولا يأخذ في حسبان المصلحة الشرعية، لا يحمل المطلق على المقيد، وكذلك المقيد لا يحمل على المطلق. لذلك المصالح الشرعية هي التي يبنى عليها ماذا؟ يبنى عليها الواقع السياسي. يعني الآن مثلا انتخابات مشاركة فيها محرمة لأنه هو نظام ليس شرعيا، ولكن نجد الآن الإسلاميين يخوضون انتخابات. أنت شخصيا خط الانتخابات؟ أحسنت. فإذا من باب المصالح الشرعية، فإذا ترجحت المصالح الشرعية عند يعني ولي الأمر أو عند من يرى العمل بالواقع السياسي، فإنه يحمل نفسه على هذه المصلحة، وإن خالف ذلك ماذا؟ منطوقا شرعيا أو حكما شرعيا. لذلك يعني مثل هذه الأمور تحتاج إلى علماء، يعني هم يرجحون ماذا؟ يرجحون أن هذه مصلحة ولا هذه ليست مصلحة. لذا عندما نتكلم عن يعني عن المرشحين، يعني ينبغي المرشح أن يكون على دراية علمية، على دراية شرعية، له مواصفات خاصة، مو أي شخص أنا أجعله هو مرشح يخوض الانتخابات، لأن القانون يتيح لأي شخص أن يكون مرشحا. هذا هو. فإذا أنت عندما تتعامل الآن، عندما تقول أنا أجيز أن المسلم شرعنا يخوض الانتخابات، تمام، فلا بد من وضع هذه الضوابط بحيث أن أنا فعلا يعني ما إنسان لا علم له ويخوض انتخابات حتى لو القانون أجاز له ذلك. أنا أتكلم عن جانب شرعي. يعني تنظيرنا قد ما يكون مسموح قانونا مخالف شرعا، يعني مثلا الربا قانون في يجيزه ولكن شرعا محرم، بعض الأخلاق السيئة التي تنتشر في أو الممارسات السلبية تراها في الشرع محرمة ولكن القانون قد يتجاوز عنها في جانب الصلح بين الطرفين. لذلك الفتوى الشرعية عندما تؤخذ فتؤخذ
في الواقع السياسي فتأخذ إما خطأ أو يلوى عنقها أو تأخذ من باب إيش؟ من باب فقه الواقع السياسي في استخدام المصالح الشرعية أو تأخذ في جزئية منها. أحسنت. لذلك نرى ماذا؟ نرى البعض قد يستخدم فعلا فتاوى الشرعية في مكانها ومكانها الصحيح والبعض الآخر يستخدمها في المكان الخاطئ ومن هنا ينشب ماذا؟ ينشب الخلاف الذي نراه في الواقع السياسي. أنت تحدثت عن الانتخابات والعملية الديمقراطية برمتها وقلت أن الأصل إذا لم أكن مخطئا قلت أن الأصل فيها أنها غير جائزة. تتفق إذن مع من يقول أن الديمقراطية كفر حرام ولا يجوز بالتالي المشاركة في الانتخابات تحت أي ذريعة؟ في أي حال من الأحوال لا يجوز أن نشارك في الانتخابات والعملية الديمقراطية برمتها لأنها كفر؟ شوف، أول شيء عندما نتكلم أن الحكم هو لله سبحانه وتعالى. نعم. نتكلم الآن في المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي المثالي أم المجتمع الإسلامي؟ المجتمع الإسلامي. نحن الآن مجتمع إسلامي في الكويت. أنا ما أتكلم الآن عن المجتمع المثالي. رشدون. أنا أتكلم عن المجتمع الإسلامي. جميل. المجتمع الإسلامي ننظر لهم منظورين، منظور الواقع ومنظور الأصل. تمام؟ كذا الإسلام. نتكلم عن الإسلام كإسلام وضعه الله سبحانه وتعالى وكإسلام يطبقه المسلمون. فقد تكون ممارستي خاطئة. نعم. صح ولا لا؟ أكيد. يعني أنا عندي إشارة مرور مفروض أن أوقف، قطعت إشارة مرور، فكون أن قطعت إشارة مرور يعني خلاص صار النظام فاسد أو خاطئ؟ لا. أكيد. أنا أخطأت. طب الآن إشارة مرور موجودة ولكن الكهرباء انقطعت، تمام؟ هل هذا الخلل الذي أصاب عدم عمل هذه الإشارة بالطريقة السليمة هل معنى هذا أن ليس هناك نظاما؟ لا يجيز بكسر القانون والنظام. أحسنت. فأصبح أنا عندي ثقافة في النظام وعندي تطبيق النظام. جميل. كلام واضح؟ أنا عندما أتكلم عن الديمقراطية، الديمقراطية حقيقة تنافي الإسلام تماما. ما هي الديمقراطية؟ الديمقراطية هي أصلا نظام روماني أو نظام يوناني قديم، مفهومة أن الشعب هو يحكم الشعب. الشعب للشعب. هو يحكم الشعب. فأنا أمثل أختار من يحكمني من الشعب فأجعلهم في مكان هم ينظرون فيما يعني يصلح أمر البلاد على حسب ما يريدون، تمام؟ ثم بعد ذلك تطلع قراراتهم وتصبح هي إيش؟ نافذة على عموم عامة الشعب. نعم. وهذا مخالف للإسلام. لا، هذا حقيقة الديمقراطية إننا نتكلم. نعم. طب نأتي إلى الإسلام. الله يقول إن الحكم إلا لله وأمرهم شورى بينهم، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. طيب، مفهوم الديمقراطية مع مفهوم الإسلام يختلف ولا ما يختلف؟ بهذه الصورة يختلف. يختلف تماما. طيب ماذا إن حكم الشعب بحكم الله؟ أحسنت. من هنا دخلت إيش؟ دخلت قضية الواقع السياسي والمصالح الشرعية. قال لو الآن الإسلاميين ابتعدوا عن هذه الوسيلة و نأوا عنها فلن يكون لهم تواجد في الساحة أكيد الديمقراطية. أكيد. شوف دخلنا الآن في المصلحة. أنا قلت لك الحكم الشرعي والمصلحة الشرعية. طبعا. تمام. فقال إذا إحنا يعني عندنا مخالفة شرعية الشرع يقول لك لا تدخل فيها، طب أنا ابتعدت عنها، طب من سيكون في هذا الإطار؟ من سيحل بدلا مني؟ أحسنت. هذا سأترك الساحة لغيري. فإذا قراراته ستكون نافذة فتطبق على المجتمع وأنا جزء من المجتمع وهكذا يذهب الخير في المجتمع. فهنا جاء يعني جواز المشاركة من أجل المصلحة الشرعية المتحققة. فبالتالي أنا عندما أكون للأغلبية كما كان يعني في انتخابات 2012، تمام، فإذا سأصدر قوانين كثيرة تخدم ماذا؟ المجتمع فيما أمر الله سبحانه وتعالى ولصالح الأمة. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. شوف قال الدين، ما هو الدين؟ هو الذي يدين الناس فيه الديمقراطية. يعني مفهوم أن ما تشرعه. نعم. فعندما يكون غالب أهل الخير في هذا المكان فإنه سيدين بماذا؟ بالدين القيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. لذلك هنا جاء الواقع السياسي الذي يفرض ماذا؟ المصلحة الشرعية وليس الحكم الشرعي. الإسلاميون دكتور عبد الحميد سواء في الكويت سواء في مصر سواء في سوريا في تونس في أي من أصقاع الأرض،
الأخوان المسلمون عليهم علامات استفهام كثيرة، هناك من يقول إنهم فقط يريدون السلطة، وبرغم التفسيرات التي ذكرتها الآن ربما لا تكون هناك في الاعتبار بهذه التفصيلات، لكن يرون أنهم إن غابوا عن الساحة فإن غيرهم سوف يأتي ليحل مكانهم، وبالتالي سيصبحون مأمورين بدلا من أن يكونوا آمرين. هل تتفق مع من يقول إن الإخوان المسلمين أو التيارات الدينية بصورة عامة هدفها فقط السيطرة على مقاليد الأمور، لا يريدون للأمور أن تكون مثلا على حساب قرار الشريعة الإسلامية أو أمور كهذه أو إحقاق الحق وإشاعة العدل، لا يريدون الحكم فقط؟ طبعا السؤال هذا هو يعيدنا إلى المربع اللي تكلمنا فيه، هو الديمقراطية، لماذا جاء الإسلام وحرم هذا الأمر؟ طبعا الإسلاميون وصلوا إلى مقاليد الحكم عبر هذه القناة التي شرعها غيرهم لهم، صح ولا لا؟ ليش دائما الإسلاميون نراهم في المجتمعات يحتلون منزلة سريعة وقبول لهم؟ لأن الإنسان بفطرته هو إسلامي، بفطرته إسلامي، فعندما يرى النموذج الإسلامي، تمام، تكلمنا في بداية الحلقة أن الشباب يبحثون عن القدوة ويرى مدى التزامه بأحكام الله سبحانه وتعالى، فعلى طول ترى أنه ينساق خلفه، ينساق هذا معناه أنني ألغي تفكيري، لا شرط، أنا قلنا بفطرة إسلامي، يعني أنت إنسان طيب وجدت لك إنسان قدوة طيب شو تسوي؟ جميل، لكن هذا ستنساق، وخاصة إذا كان طرحه مقبول. جيد. هي مسألة الطرح، أنا هذا ما كنت أتحدث عنه. هناك من يطرح حتى وإن كان إسلامي وقدوة إلى آخره، لكن أنا يعني لدي عقل أستطيع أن أميز ما بين هذا وذاك، إذا كان هذا غثا أو سمينا لا أنساق لمجرد أنني أحب هذا الشخص. أحسنت، لذلك أنا عندما أطرح الفكر، فعندما تكلمنا عن الانتخابات وأن جاء القانون وفكف حقك أنك أنت توفر فيك الشروط رشح نفسك، وأنا رشحت نفسي، قبلني الناس، ثم عندما عدينا عددنا شفنا احنا اغلبيه، فالاغلبيه تشكل ايش؟ تشكل نظام الحكم والدوله. فلماذا تعيب علي اليتك التي انت اقريتها وانا ساهمت فيها بناء على طلبك؟ فلما آل الامر الي اعترضت عليه، فهذا من حيث المنطق مرفوض، بغض النظر هو اسلامي مو اسلامي، اخوان مسلمين، سلف، كائنا من يكون، وصلت هذه الاليه ما كان انت ارتضيت هذه الاليه. فلما احنا يعني دخلنا في الانتخابات ووجدنا أن عدد الإسلاميين هم الذي يرشحهم لتشكيل الحكومة، قلنا هم يريدون، أنا من البداية ساخط عليك، فأي عمل ستعمله سأنظر لك بعين الرضا ولا بعين السخط؟ بعين السخط، بعين السخط، وعين السخط تبدي المساوية، صح ولا لا؟ أكيد، هذا بداية. فما دام أن أنا رضيت باللعبة الانتخابية فإذا أنا أرضى بنتائجها، يعني الآن الجمهوريون والديمقراطيون، يعني إذا فاز الديمقراطيون يا الجمهوريين اللي قاموا يتكلمون عنهم خلاص ارتضى فيه، ماشي، حقق سياسته وحكم وجعل وزراء منهم، ولا يخفى عليك أنت السياسة الأمريكية في التشكيل، أن الولايات يكون عليها يعني مقاعد قد فاز فيها سواء كان ديمقراطي ولا الجمهوري، فهو يحكم هذه الولاية، فبالتالي تسير الأمور، هذه هي الديمقراطية، هكذا اتفقوا. طيب، فعندما نتفق على شيء ثم بعد هذا عندما تختلف النتيجة نبتدئ نختلف في الاتفاق. طيب، قبل أن ينتهي وقت البرنامج لدي دقيقتان فقط دكتور عبد الحميد، الآن إذا ما عادت الانتخابات من جديد، تعتقد أن الإسلاميين سوف يعودون مرة أخرى ليكتسحوا مقاعد مجلس الأمة كما حصل في انتخابات مجلس 2012 المجلس المبطل، سوف يتفوقون على الليبراليين؟ أنا كان لي لقاء معك وذكرت بأن الإسلاميين سيحققون يعني فوزا كبيرا. صدق توقعك. هذه قراءة، والقراءة يعني تكون هناك معطيات أنت تقرأ عليها وليس يعني علم غيب، ولكن يعني هي عبارة عن يعني قراءة للواقع المعاصر أو الواقع السياسي، فبالتالي عندك نبض الشارع وعندك التوجه العام، ثم عندك يعني المحرك الرئيس في العملية الانتخابية، فتستطيع أن يكون عندك توقع قريب للصواب أو الخطأ. المعطيات في ذاك الوقت هي تقريبا ذاتها الآن. الآن الواقع أن يعني أما أنا لا أتوقع أن المكاسب اللي حققها الإسلاميون في 2012 ستتحقق في 2013 من حيث عدد المقاعد على الأقل؟ من حيث عدد المقاعد،
من حيث عدد المقاطع لن يبلغ 35 لأن عندما تكلمنا نحن تكلمنا عن تقريبا أشخاص كانوا تقريبا واقع عندنا، يعني نستطيع أن نقول والله فلان 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 كقواعد شعبية أو قواعد سلفا أو قواعد قبلية أو قواعد جماهيرية تستطيع أن يعني تتكلم. أما الآن مثلا عندك خاصة الأخوة يعني الإسلاميون من القبائل الكويتية، يعني ممكن ما بعضهم ما يحالف الحظ في الانتخابات الفرعية أو ما تسمى بالتشاورية، بالتالي قد ما يكون العدد الإسلامي الذي فاز في 2012 يمكن أن يتكرر في 2013. ولكن المكاسب العامة أنا أرى إلى الآن نبض الشارع جيد والناس يعني تريد الإصلاح، ونأمل أن الله سبحانه وتعالى أن يوفق يعني صاحب السمو أمير البلاد يعني لخير البلاد والعباد لأن هي مسؤوليته، وأن يوفق كذلك يعني الأخوة يعني النواب الحاليون أو النواب اللي كانوا في 2012 بأن يعني يسددوا ويجعلوا أمام أعينهم مرضات الله سبحانه وتعالى في كل ما يفعلونه ومصلحة البلد ومصلحة العباد والبلاد، لأن الله سبحانه وتعالى يعني هو أعلم بالنيات أكيد، وهو أعلم بسرائر الأمور، وفي نفس الوقت ما لنا إلا يعني الظاهر من ذلك، ولكن نسألهم نسأل الله سبحانه أن يوفقهم لما فيه الخير والسداد أمين. والإصابة. أشكرك جدا دكتور عبد الحميد. قبل أن نختم يعني هذه معلومة لي من يحبون الدكتور عبد الحميد الشاجي، من يدرسون عند الدكتور عبد الحميد الشاجي، أنت انسحبت في الانتخابات الماضية، هل هذا معناه أنك لن تخوض انتخابات جديدة؟ والله إن شاء الله لن أخوض. لن تخوض؟ لن أخوض، الأسباب معروفة. أشكرك جدا دكتور عبد الحميد على حضورك وعلى كل ما تفضلت به علينا في هذه الحلقة. جزاك الله خير، شكرا لقناة الصباح وشكرا للأخوة المشاهدين، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا يعني خداما لهذا البلد ولي يعني صالح الخير والبركة. دكتور شكرا جزيلا لك. أشكركم أنتم مشاهدينا على متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج الملف، كان ضيفنا فيها الناشط السياسي وأستاذ الشريعة في جامعة الكويت ومدير مركز التواصل الحضاري في كلية الشريعة الدكتور عبد الحميد الشايجي. حتى نلتقيكم بإذن الله في الأسبوع المقبل مع ضيف كريم آخر، لكم مني كل الحب والوفاء، في أمان الله.